بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجوركم وأحسن الله لكم العزاء. ونحن في عاشوراء، عاشوراء الإمام الحسين، هذا المصاب الجلل. اليوم نبدأ ترشين حملة تثبيت أعلام يالي ثارات الحسين على قبور جميع شهداء هذه الثورة المباركة، شهداء الوطن. كل آباء الشهداء اليوم سينطلقون إلى المقابر لوضع هذا العلم، ولكن أنا أستغرب من بعض الأسر التي يوجد لديهم شهداء وهم لا يشاركوننا في أي فعالية، حتى في هذه الفعالية التي تعتبر من أفضل الفعاليات وهي وضع علم يالي ثارات الحسين، وهذا عمل جدا بسيط. لماذا لم يأتوا معنا هذا الصباح ليشاركونا في وضع هذه الراية، الراية التي تحمل كلمة مدوية وهي أن نقول يالي ثارات الحسين؟ أتمنى إن شاء الله أن يسمعوا هذا النداء ويحضروا في المرات القادمة ويشاركونا في كل الفعاليات. شكرا.